ايه قاعد على في على بكاك Donkey Kong.
يرحيهم يرحيهم. في حد على الشات معكم زنزي على التعليق، جيت اسولف معكم شويه بدل الملل اللي عايشين فيه بدا بالهدوء. جوجيتا ضد موزا، جوجيتا 2-0 بويزد انه يدخل يوصل للجراند فاينل عشان يلعب مره ثانيه مع توكي اللي فاز عليه في الوينرز فاينل 3-2، كانت لاست هيت وكانت جيم مره كويس مره 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 قليل قليل. خلينا نشوف هل جوجيتا يوصلها ويرجعها للجراند فاينل نفس الجيم الوينرز فاينل، ولا موزا له راي ثاني يقول لا احنا نبي نلعب حبيبي، احنا ما خلصنا، احنا لسه موجودين، انا لسه انا دوكي كونغ، انا اسوي اب تلت سوري اب اير اب ثرو اب اير دينجي دونج. 2-0 فور جوجيتا. توكي دور في المياه، دور في المياه. ايه قابل رحمة. اوكي داون اير يس ستاندرد سف من جوجيتا، اتش جارد سهل على دونكي كونغ. الاشياء من الاشياء اللي دائما يستراجلينج فيها دونكي كونغ في الماتش اب هذا انه هي جيتس كومبو ريلي هارد، كونه ما عنده اوبشنز كثيره يقدر يسوي عليه اب تلت اب اير اب اير اب اير او اب تلت الى باك ثرو داون اير. بس انه از وي سيد لا كمل جيمك، انت عندك جيم بعدها صح، العب مع مو انت فزت العب مع مو. دقيقه شوف يلعب مع مو وين مو فيه عند موجود مو نرجع الجيم ندور مو حنا عند ازوي سيت كروم او موزا قاعد يحاول انه يرجع الجيم. طبعا دونك كونغ ما تفرق معاه صراحه البرسنت يقدر يذبحها اوه حلوه من زوزف من سوري من جوجيتا. يا ذاتس لا والله عاش شوية زونينج حلوة الفور دير وان جود هيتس ونوصل للجراند فاينل. لكن موزا يحاول الغوريلا يحاول لا يهتم. يا سلام عليك يا جوجيتا سووا عليه ريفيرس الرائع وذاتس هي مسد اب هي مسد اب بس هي ستيل جانا جيت ذا وين. اخذ الجيم جوجيتا بابي على الستيج ضيع التك لانها مالتي هيتس وجوجيتا ياخذها 3-0 على موزا. اي اعتقد ان الهيتس خرب